احصل على اي برايم باتجاه اليمين في كوساين ثيتا. هون رح يكون في عندنا اي برايم في ساين ثيتا. بالنسبه لاي دبل برايم رح يكون في عندنا على اليسار هون اي دبل برايم في كوساين ثيتا، ورح يكون لنا للاسفل اي دبل برايم في ساين ثيتا. الان يا شباب زي ما احنا شايفين من حيث المقدار اي برايم واي دبل برايم متساويات ثنتين قد بعض، وثيتا هي نفسها في الحالتين. اذا اي برايم في كوساين واي دبل برايم في كوساين ثيتا لانهم متساويات الثنتين وعكس بعض راح يلغوا بعض، ومحصلتهم راح تكون بتساوي صفر. اذا هاي المركبه راح تلغي هاي المركبه، راح يلغوا بعض. فاللي راح يعيش انه بس الثنتين اتجاههم لوين؟ اتجاههم نحو الاسفل فقط، وبالتالي راح يكون عندي فقط محصله، يعني المحصله الكليه للمجال الكهربائي راح تكون فقط على محور الواي، ما في عندنا على محور الاكس، اللي هي ايش راح تكون؟ اي برايم في ساين ثيتا زائد اي دبل برايم في ساين ثيتا. طبعا الثيتا هي نفسها والاي برايم نفس الاي دبل برايم، متساويات في المقدار، يعني كاني بدي احسب واحده منهم اضربها باثنين. اذا راح يكون الجواب النهائي هو كرر يعني 2 ضرب اي برايم اللي هي 1.15 في 10 اس 8 مضروبه في ساين ثيتا اللي هي ساين 36.9. فبيطلع الجواب النهائي 138 في 10 أس 6، ولو حركنا الفاصلة بتصير 1.38 ضرب 10 أس 8 نيوتن لكل كولوم. لو طلعنا الآن على الإجابات راح نلاقي إنه إجابة السؤال هي 1.38 في 10 أس 8 بالضبط زي ما طلع معنا، نفس الجواب تماما. تمام، إذا هذا واحد من الأسئلة الغير مباشرة على موضوع المجال الكهربائي، لكن زي ما أنتم شايفين هم بحاولوا دائما لما يحطوا سؤال في زوايا وتحليل إنه يكون في شوية اختصارات في المسألة بحيث إنه يتبسط، يعني ما يكون معقد، لأنه ببطل سؤال مالتيبل تشويس. لاحظوا إنه الاختصار اللي صار هون كثير سهل الحل علينا واختصره. تمام، كمان سؤال على موضوع المجال الكهربائي والقوة الكهربائية والتايب والمومنت والأشياء. الآن في عندنا مسألة هون بتحكي لنا a small rigid object. object جسم، ورجد كلمة رجد معناها متماسك أو صلب، يعني زي القلم، قلم بيعتبروه rigid object، يعني مش قابل للانثناء أو بنتفكفك، لا rigid متماسك وصغير. a small rigid object carries positive and negative 3.5 نانو كولوم charges. هذا الجسم بيحمل positive and negative شحنة موجبة وسالبة، كل واحدة منهم مقدارها 3.5 نانو كولوم. بعدين بحكي لنا يعني في شحنتين موجبة موجب وسالب وقد بعض. It is oriented so that، يعني اتجاهها oriented موجهة باتجاه محدد، so that the positive and negative charges have a coordinates ناقص 1.2 1.1 مليمتر، والثانية طبعا هو كيف الترتيب positive and negative، يعني الأولى هي البوزيتيف والثانية هي النيجاتيف 1.4 minus 1.3 مليمتر respectively. المطلوب في السؤال the electric dipole moment of the object بوحدة كولوم متر، كولوم اللي هي Q ومتر اللي هي L Q L. وإيش المطلوب؟ electric dipole moment اللي ذكرناه في المقدمة تاعتنا اللي هو عزم الثنى قطبي بالعربي، هيك بسموه electric dipole moment، رح يكون كم؟ كم بيساوي؟ حط لي وحدته بين قوسين عشان هي المطلوبة. مطلوب بنحسب إذن اللي احنا رمزناها بالرمز P، عزم الثنى قطبي الكهربائي. نحكي في البداية عشان نحل السؤال خلينا نرسم المحاور ونحدد مواقع الشحنات بالضبط. هذا محور الإكس ومحور الواي. حكالي إنه الشحنة الموجبة مكانها هو سالب 1.2 و1.1، يعني الإكس بالسالب والواي بالموجب راح تكون في هذا المكان. مثلا هاي نقطة إحداثياتها سالب 1.2
1.1 واللي هي الشحنة الموجبة يعني positive Q. الشحنة السالبة مكانها 1.4 هون على السينات 1.4 وناقص 1.3 يعني جاي على الصلاة من تحت على محور واي تحت المحور راح تكون في هذا المكان 1.4 وناقص 1.3 طبعا كله بالمليمتر مليمتر. فهيك راح يكون ان هذا الجسم اللي حكالي عنه جسم متماسك اللي هو الريجيد اوبجكت راح يكون بهذا الشكل. هذا هو طبعا انا بتعامل مع الشحنات اللي على اطرافه اللي هي كيو والسالب كيو. احنا بنعرف يا شباب انه الدايبول مومنت بيساوي كيو في ال. كيو اللي هي الشحنة الموجبة من الشحنتين المتساويتين ضرب الطول تاع الدايبول مومنت تاع الالكتريك دايبول عفوا اللي هو المسافة بين الشحنتين. الآن كيو واضحة قيمة الشحنة معطاة في السؤال 3.5 نانو كولوم 3.5 × 10⁻¹. الآن بالنسبة للمسافة بين الشحنتين بدنا نحسبها من خلال الإحداثيات اللي عندنا. كيف نحسبها؟ بدنا نطرح الإحداث الإحداث الـ X ناقص الـ X والـ Y ناقص الـ Y ونطبق عليهم نظرية فيثاغورس حتى نشوف الفرق بينهم. فبنقدر نحكي الآن أنه R تساوي اللي هي أو الـ L إذا بدنا علشان نفس الرمز اللي هون هي جذر التربيع نظرية فيثاغورس. أنا عندي X و Y لا فرق الـ X زائد فرق الـ Y. ففرق الـ X هي 1.4 ناقص 1.2 الكل تربيع زائد فرق الواي هي ناقص 1.3. لاحظوا ان اخذت هذه ناقص هذه بصير اخذ هذه ناقص هذه ما في فرق ماينس 1.3 ناقص 1.1 ايضا الكل تربيع لانه ايضا بحكي لكم مره ثانيه انه انا بتكلم عن طول على الواي وطول على الاكس فالطول الكلي هو عباره عن وتر لمثلث قائم الزاويه. هذا هو فرق الواي اللي انا حسبته هون وهذا هو فرق الاكس اللي انا حسبته هون. فالطول هو وتر هذا المثلث واللي بنحسب نظرية فيثاغورس الضلع الأول تربيع والثاني تربيع تحت الجذر. فراح يكون الناتج اللي عندنا تحت الجذر واحد نفتح قوس 1.4 ناقص سالب 1.2 تربيع زائد نفتح قوس آخر سالب 1.3 ناقص 1.1 أيضا تربيع. فرح يكون الجواب النهائي كله 3.5 ما ننساش المليمتر شباب ملي يعني 10⁻³ متر. لاحظوا إنه شو عملت ما دخلتها بالملي 10⁻³ ما دخلناها بالحسبة لو دخلناها بتتعقد رح يطلع بالأخير الجواب بالملي لأنه هاي ملي وهاي ملي فكلها عبارة عن ملي لما تتربع بصير 10⁻⁶ وفي 10⁻⁶ جاي من هون فلما تطبق الجذر راح ترجع 10⁻³. فشو بعمل انا لما يكون في عندي وحده او اس مشترك في جميع الحدود داخل الجذر بخليها برا زي ما هي ما بدخلها بالجذر وبحسبهم بدونها وبالاخير بحطها بالجواب النهائي. اذا الطول هو 3.5 × 10³. هذا الطول نفسه بستخدمه في حساب الدايبول مومنت فراح يكون 3.5 × 10³ فرح يطلع الجواب النهائي 3.5 × 3.5 هي 12.25 10⁻⁹ و10⁻³ هي 10⁻½ الوحدة هي كولوم متر زي ما حكى لي هون كولوم متر 12.25 × 12.3 × 10⁻½ فالجواب هو واضح انه فرع إيه؟ اوكي تمام. مسألة اخرى على موضوع الدايبول مومنت نشوفها. احيانا بيحاول يجيب بعض المسائل اللي بتربط القديم بالجديد فالطالب يكون عنده المام كويس ولاحظ انه هاي مادة فيزياء 102 او فيزياء 2 فيزياء 2 مكانها بعد فيزياء 1 فمرات اللي بحط السؤال بيفترض انه الطالب عنده إلمام ممتاز بقوانين الفيزياء 1 وعارفها
فبيجي سؤال بيعتمد على فيزياء واحد نوعا ما في فكرته، لكن معطياته هي فيزياء اثنين عشان يصير ربط بين الموضوعين. خلينا نشوف هذا السؤال ممكن يحتوي على شيء زي هيك. السؤال بيحكي لنا A small object جسم صغير with electric dipole moment P تساوي 2 في 10 سالب 3 I hat زائد 4 في 10 سالب 3 J hat. إذن لاحظوا أنه إيش هو؟ أعطاني البي على شكل متجه. إحنا بنعرف أنه البي هي بتساوي الأصل Q في L، وبالتالي ما أنا أشتغل على ال L لأنها متجه بدي يكون البي متجه. إحنا متفقين أن البي هو كمية متجهة الدايبول مومنت، لكن من وين بيجي الاتجاه من ال L من الطول تاعه؟ لأنه معطيني إياه جاهز في هاي المسألة. يعني لو جاب لي سؤال أعطاني إل على شكل متجه وطلب البي، هذا المتجه بضربه في قيمة الكيو، الكيو طبعا كمية قياسية، مباشرة بيطلع الجواب هو البي. فهو بيعطيني البي بتساوي 2 في 10 أس سالب 3 I hat زائد 4 في 10 أس سالب 3 J hat. طبعا بقدر أنا أكتب لو حبيت إنه هذا عبارة عن مين؟ عن كيو مضروب في إل، يعني كيو في إل متجه تساوي هذا الكلام. هذا هو البي. كولوم متر is placed موضوع هذا الدايبول مومنت، هذا الجسم اللي أطرافه مشحونة والمساف والدايبول مومنت إله هو هذا المقدار، موضوع is placed in a uniform electric field مجال كهربائي منتظم اللي هو E، حيث E تساوي 7.8 في 10 أس 3 نكتبها، مجال كهربائي منتظم 7.8 في 10 أس سالب في 10 أس موجب 3 I hat ناقص 4.9 في 10 أس 3 J hat نيوتن كل كولوم. مطلوب في السؤال مفاجئ شوي، The torque. torque اللي هو إيش؟ عزم الدوران. torque هو عزم الدوران. acting on this object is مطلوب نحسب عزم الدوران كم بيساوي. ولاحظوا الوحدة تاعت التorque إيش هي؟ نيوتن دوت متر. نيوتن دوت متر معروف يا شباب إنه لو كان في عندي جسم بهذا الشكل، ولو فرضنا إنه مثبت من هون، يعني في هون بيفوت نقطة تثبيت، وهذا الجسم كان الطول تاعه هو L، وجاءت قوة أثرت على هذا الجسم بهذا الشكل على سبيل المثال، فثبت الجسم من هون، فرح يكون في عملية دوران إذا كان في نقطة تثبيت. الدوران هذا معناه وجود تورك، عزم دوران أدى إلى دوران هذا الجسم. التورك يحسب كما يلي، هو R أو هي نفسها الطول. R فعليا يا شباب هي بعد نقطة تأثير القوة عن محور الدوران، فالقوة بتأثر على الطرف ومحور الدوران على الطرف الثاني، رح يكون عندي الـ R هي نفسها L. R هي بعد نقطة تأثير القوة عن محور الدوران كروس F، كروس القوة. هذا متى بستخدم القانون؟ إذا التورك اللي عندنا هون كان على شكل متجهات I و J، يعني R معطى على شكل متجهات والفورس كذلك. إذا كان عندي لا أرقام ومسافات، يعني يلي إنه الطول هو 3 سنتيمتر والقوة هي 20، في هاي الحالة بكون التورك بيساوي فك الكروس R في F في ساين الزاوية اللي بينهم، والزاوية بينهم بتكون هاي هي. بمد الار، بمد المتجه تاع الار، متجه الار هو المتجه الواصل من محور الدوران باتجاه القوه المؤثره، فلما امده للخارج يعني هيك راح يكون اتجاه الار، هيك اتجاهها كمتجه، وهي اتجاه الفورس هي هي ثيتا، هي الزاويه اللي بينهم. اذا مش هاي هي الزاويه اللي هون، لا بمد الار، ار من عند المحور الدوران للجسم مثبت من عنده باتجاه القوه المؤثره، وبالتالي راح يكون في عندنا زاوية بين هاي الار وبين الفورس بهذا الشكل الموضح أمامنا. طبعا هذا متى؟ لما يكون في عندنا أرقام في المسألة. إذا ما في أرقام خلص نشتغل على المتجهات. طيب الآن السؤال، شو جاب التورك على موضوعنا؟ اللي جابوا يا شباب إنه الإلكتريك دايبول، هذا الجسم الدايبول اللي معطيني هو المومنت تاعته، جسم إله طول، يعني هيك اتجاهه، هيك اتجاه الدايبول مومنت، وهذا الدايبول مومنت موضوع داخل مجال كهربائي، مجال كهربائي اللي نفترض انه بهذا الاتجاه جاي مثلا، مجال منتظم. المجال الكهربائي اللي هو الالكتريك فيلد هذا
راح يأثر على الشحنة الأولى. احنا اتفقنا ان المجال الكهربائي بيتجه من الموجب للسالب، بس الدايبول مومنت بيتجه من السالب للموجب، فهون في شحنة سالبة وهون في شحنة موجبة. هذا اتجاه، يعني هيك البي، هذا هو الدايبول مومنت. لو اخذنا كل شحنة لحالها، الاي راح يأثر على هاي الشحنة بقوة راح يحركها معها، الاي راح يأثر على هاي الشحنة بقوة راح يحركها عكسه، فلما هاي تنزل لتحت وهاي تطلع لفوق شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا عملية دوران، وكلمة دوران بدخل معنا موضوع التورك. فهو بيسألني عن التورك ايش هو، فبنحكي التورك قانونه زي ما شفنا قبل شوي هو R كروس F. R كروس F، ال R اللي عندنا في هاي الحالة هون لأنه في عندي شحنتين، يعني كأنه في قوة هون وقوة هون، بسموه عزم الازدواج، يعني في عندنا كابل، ولذلك بقدر أعتبر إنه في عندي تورك بيأثر على واحدة من هاي الشحنات مضروب في إيش، في المسافة اللي بين الشحنتين، عشان أحسب الكابل اللي هو عزم الازدواج مباشرة. عزم الازدواج كيف بنحسب؟ R اللي بين الشحنتين نفسهم، لأنه في عندنا زي ما شفنا في عندنا تورك على هاي تورك على هاي، فأنا بدي على الجسم كامل، فبأخذ إيش الكابل اللي هو راح يكون R اللي هي المسافة بين الشحنتين كروس الفورس اللي بتأثر عليهم على واحدة منهم طبعا. لأن R المسافة بين الشحنتين هي نفسها مين؟ هي نفسها L اللي هي الطول تاع هذا الدايبول، إذا راح تكون L كروس. القوة المؤثرة على واحدة من الشحنات زي ما احنا عارفين هي Q في E. إذا أنا عندي Q اللي هي الشحنة واحدة منهم ضرب مين؟ ضرب الإلكتريك فيلد. لأن هذا سكيلر كوانتيتي، كمية قياسية، بقدر أحطها في البداية في النهاية زي ما بدنا. لو نقلناها في البداية هون على إيش راح نحصل يا شباب؟ راح تصير كأنها Q ضرب L، Q مضروبة في L كروس E، وQ في L ما هي إلا مين؟ ما هي إلا الـ P اللي هي الـ dipole moment. فهيك رح يصير عندي كأنه P كروس E. وهيك يا شباب بكون إذا بدكم حصلنا على علاقة بنقدر منها مباشرة مرة ثانية نحسب التورك شو بيساوي. التورك يا شباب هو P كروس E، P كروس E اللي هو الدايبول مومنت كروس الإلكتريك فيلد لما يكون على شكل متجهات. وإذا كان عندي أرقام رح يكون التورك بيساوي P مقدارا في E في ساين الزاوية اللي موجودة بينهم، يعني هاي هي الزاوية اللي بينهم بين الاي اتجاه الاي بين اتجاه البي. لو كان عندي ثيتا وعندي ارقام فبستخدم الاولى او الثانيه، بي اي ساين ثيتا او بي كروس اي. طبعا واضح انه الحاله اللي عندنا هي متجهات، اذا راح يكون عندنا هون تورك بيساوي طبعا متجه اي هات جي هات كي هات، نحط شرط محددة حتى نحسب الكروس بين المتجهين. المتجه الأول هو الـ P فبحطه بالأول، 2 في 10 أس سالب 3، والـ J هي 4 في 10 أس سالب 3، الـ K هي 0، الـ E راح تكون 7.8 في 10 أس 3 سالب 4.9 في 10 أس 3 سالب 4.9 ضرب 10 أس 3، وهون أيضا 0. إذن التورك راح يساوي، لاحظوا أنه الحل سريع يا شباب، لكن التوطئة المقدمة اللي عملتها عشان نوصل على للقانون هي اللي أخذت شوية وقت معنا. التورك راح يساوي I hat نفتح له قوسين سالب J hat نفتح له قوسين وزائد K hat نفتح لها قوسين، داخل الأقواس كلها إشارة سالب. لأن بالنسبة للـ I بضرب الـ J بالـ K، صفر صفر مضروبين بأصفار رح يطلع صفر هون. بالنسبة للجي بشطب الجي رح تكون رقم ضرب صفر رقم ضرب صفر أيضا أصفار. نيجي الآن على الكي، نيجي على الكي عشان أحسبها بشطب الصف العمود في الكي، وبعدين بضرب من اليسار لليمين 2 في 10 أس سالب 3 ضرب سالب 4.9 في 10 أس 3. طبعا لما نضربهم الأسس رح تروح مع بعض لأن أس سالب وأس موجب بيلغوا بعض، فرح يصفي عندي 2 ضرب سالب 4.9، 2
ضرب 4.9 9.8 بس طبعا بالسالب. اذا سالب 9.8 ناقص 4 ضرب 7.8 4 ضرب 7.8 الجواب راح يكون 31.2 والاسس زي ما انتم شايفين راح تروح تلغي بعضها. فاذا الاي صفر والجي صفر كله راح يروح، راح يصفي عندي بس على الكي هات لحالها ناقص 9.8 ناقص 31.2 راح يطلع الجواب 32.9 41 بالسالب طبعا سالب 41 كي هات. هيك راح يكون الجواب. طبعا الوحده وحده التورك هي نيوتن دوت متر، طبعا الوحده جايه من هذا القانون نيوتن مضروبه في متر. اوكي اذا الجواب تورك بيساوي ناقص 41 كي هات. لاحظوا انه متجه طلعنا. لو كان طالب the magnitude of torque شو بنعمل؟ بعد ما نطلع الجواب النهائي بطبق على الجذر التربيعي فبيطلع الجواب لو كان طالب التورك رح يساوي 41 نيوتن متر بدون سالب بدون الكي هات. هذا لو طلب المقدار. لاحظوا انه الاجابات اللي عندنا هون الاجابة النموذجية الصحيحة هي سالب 41 كي هات. تمام. كمان مسألة أخرى على موضوع الكهرباء الساكنة الإلكتريك فيلد قوة. هذا كله اعتبرناه أنه موضوع واحد. السؤال بيحكي لنا 40 مايكرو كولوم تشارج شحنة مقدارها 40 مايكرو كولوم is positioned on the x axis at x بتساوي 4 سنتيمتر. إذا على نقطة x بتساوي 4 كان في هاي الشحنة موضوع هناك. Where should a سالب 60 مايكرو كولوم، يعني وين لازم شحنة أخرى مقدارها سالب 60 مايكرو كولوم تشارج be placed، أين يجب أن توضع هاي الشحنة الثانية اللي هي سالب 60 to produce لإنتاج a net electric field of zero at the origin بحيث تكون net electric field المجال الكهربائي الكلي بيساوي صفر. وين؟ في الأوريجين. الأوريجين هي نقطة الأصل اللي هي X بتساوي صفر و Y بتساوي صفر. طيب لو رسمنا محور X هون X تساوي زيرو، هو حكالي عند X بتساوي 4 في هذا المكان سنتيمتر كانت في الشحنة الأولى اللي مقدارها هون Q تساوي Q1 تساوي 40 مايكرو كولوم. تمام. طبعا اشارتها هاي الشحنه موجبه. انا بدي هاي النقطه هون يكون اي نت يساوي زيرو. هاي يا شباب اي نت تساوي زيرو اذا بتتذكروا هي نقطه اتزان او تعادل، صح؟ هي اكوليبريم بوينت. اكوليبريم بوينت نقطه اتزان او تعادل. طيب لأن الشحنة الثانية إيش إشارتها؟ إشارتها سالبة، سالب 60. طيب ممتاز. الآن إحنا تعلمنا لما درسنا درس نقطة الاتزان أو نقطة التعادل عرفنا إنه لما يكون في عندي شحنتين واحدة موجبة وواحدة سالبة فنقطة التعادل يجب أن تقع وين دائما؟ تقع خارج الشحنتين. يعني لو كان في عندي هون شحنتين واحدة مثلا هون واحدة هون هاي موجب وهاي سالب، نقطة التعادل يا بتكون على اليمين يا بتكون على اليسار، ما بتكون بينهم بالمرة. طيب أنا عندي الشحنة الأولى 40 والشحنة الثانية سالب 60، إذا موجب وسالب، فنقطة التعادل يا إما على اليمين يا إما على اليسار. طب يمين ولا يسار؟ أيضا تعلمنا يا شباب إنه نقطة الاتزان أو التعادل بتكون دائما من جهة الشحنة الأصغر، من جهة الشحنة الأصغر. طيب أنا عندي هون 40 وعندي هون سالب 60، الشحنة الثانية يعني أهملنا إشارة السالب، أنا بطلع على المقادير لحالها 60، هذه 40 وهذه 60. شو بستنتج؟ لو حطيت افترضت أن الشحنة السالبة هون مكانها يعني على يسار نقطة الاتزان راح تكون نقطة التعادل جاية بين الشحنتين، وهذا خطأ، ما لازم تكون بينهم، لازم تكون خارجهما. إذا من X صفر وشمال غلط. طيب من X صفر لعند الشحنة في المنطقة هاي اللي هون لو حطيناها راح تكون عندي هون 40 الشحنة وأنا عندي هون 60
ونقطة التعادل من جهة الستين من جهة الشحنة الأكبر، وهذا خطأ. نقطة التعادل حتكون دائما من جهة الشحنة الأصغر، وبالتالي مش من جهة الستين. إذا شو بستنتج؟ إن نقطة النقطة اللي راح تكون فيها الشحنة الثانية وين لازم تكون؟ على يمين بعيدا عن الشحنة الأولى، يعني هون اللي راح تكون Q2 في هذا المكان اللي بتساوي سالب 60 مايكرو. لأن لو افترضناهم هون سالب 60 هون 40، نقطة التعادل خارجهما فعلا من جهة الشحنة الأصغر اللي هي 40 من جهة اليسار مش من جهة اليمين. واضح؟ فهي المسألة يا شباب هي تطبيق على نقطة الاتزان أو التعادل، واللي هي مرتبطة بالمجال الكهربائي للشحنات النقطية. ممتاز. طيب مدام عرفنا ذلك، احنا بنعرف قانون نقطة الاتزان أو التعادل. القانون هو إنه E للشحنة الأولى إيش لازم تساوي؟ E للشحنة الثانية. المجال الكهربائي الناتج من الأولى لازم يساوي مجال الشحنة الثانية حتى تطلع المحصلة بتساوي صفر. طبعا اختيار الشحنات في هاي الأماكن بضمن لي إنه يكون المجالين الناتجين عكس بعض، فعكس بعض ومتساويات، فبكون محصلتهم بتساوي صفر. تعالوا نعوض الآن. الـ E1 الشحنة الأولى، المجال الكهربائي الناتج عن الشحنة الأولى عن Q1 هو K اللي هي 9 في 10 أس 9 ضرب Q1 اللي هي 40 مايكرو 10 أس سالب 6 مقسوم على المسافة. المسافة من الصفر لعند الأربعة اللي هي 4 سنتيمتر، يعني على 4 في 10 أس سالب 2 تربيع. الطرف الثاني E2 راح تكون أيضا K، الشحنة الثانية اللي هي 60 والسالب لا يعوض، إذن 60 في 10 والسالب 6 على المسافة هذه كلياتها. أنا بأخذ دائما بعد الشحنة عن نقطة التعادل على النقطة المطلوبة، فالمسافة هذه اللي راح تكون أكيد أكثر من 4، خلينا نسميها مثلا R، نعتبرها R، على R تربيع. تمام، راح تروح الـ K مع الـ K، والأس اللي هون راح يروح مع الأس اللي هون، والصفر راح يروح مع الصفر، لأن نأخذ الجذر للطرفين، جذر الطرفين. الأربعة جذرها هو 2، 4 في 10 أس سالب 2 تربيع، جذرها إنه يروح التربيع، فراح يطلع عندي 4 في 10 أس سالب 2 يساوي. الستة جذرها هو 2.44 2.45 مقسوم على R تربيع، يعني R لحالها. إذا صار سؤال مباشر، طر تبادلي، بدل ما أقسم على 2 أو بطلع هاي وبضرب هاي وبنزل 2، فراح نحصل على R تساوي 2.45 ضرب 4 في 10 سالب 2 الكل مقسوم على 2. في الجواب النهائي هو 49 بالألف متر. لو حولناه لسنتيمتر بدي حرك الفاصلة لليمين خانتين، رح يصير 4.9 سنتيمتر. 4.9 سنتيمتر هاي هي المسافة بين النقطة الثانية وبين نقطة الأصل اللي هون. يعني رح يكون لو كان السؤال هو إيش هو بعد الشحنة الثانية عن الأولى، بقول له هون المسافة هذه كلها هي 4.9 سنتي، وأنا في عندي هون 4 سنتي موجودة هون، إذا كم رح يكون المتبقي؟ هو 9 بالعشرة فقط، 9 بالعشرة سنتيمتر، 4.9 بالعشرة. تمام، إذا R هي 4.9 واللي هو الجواب موجود قدامنا هون. الآن نشوف مجموعة مسائل على موضوع آخر في chapter 23 في الإلكتريك فيلد، واللي هي المسائل المتعلقة بموضوع المجال الكهربائي المنتظم. مسائل متعلقة بموضوع اليونيفورم إلكتريك فيلد، مجال كهربائي المنتظم. قبل ما نبدأ في استعراض المسائل، خلينا بس نذكركم في المجال المنتظم. المجال المنتظم هو مجال كهربائي بيكون ناتج عن صفيحة أو بيكون بين صفيحتين، إحداهما مشحونة بشحنة موجبة والأخرى مشحونة بشحنة سالبة. وطبعا مش شرط، ممكن يكون في عندي صفيحة واحدة بس موجبة أو سالبة، ممكن يكونوا صفيحتين الثنتين موجبات، ممكن صفيحتين الثنتين سالبات، ممكن صفيحتين موجبة وسالبة بس مقادير الشحنات عليهم مش متساويات. وبالتالي يعني مش شرط يكون في عندنا الأولى بكيو والثانية بسالب كيو، لكن إذا كان عندي صفيحتين واحدة موجبة كيو والثانية سالب كيو، حيكون المجال الكهربائي موجود فقط في المنطقة اللي بينهم، و
المنطقة اللي في الخارج بتكون المجال الكهربائي فيها صفر، هاي الميزة. بس لو كانت الصفيحتين مش متساويات الشحنات رح يكون في مجال كهربائي في خارجهم وداخلهم. فالمقصود هون لما نحكي انه صفيحتين واحدة موجب واحدة سالب، عشان نحصل على مجال منتظم فقط في المنطقة اللي بين الصفيحتين، هذا E بيكون مجال كهربائي منتظم. بيتم تمثيل المجال الكهربائي المنتظم على شكل خطوط مستقيمة متوازية المسافات بينها متماثلة. لأنه لو الخطوط انضغطت مثلا في منطقة ومنطقة، لا، انضغاط الخطوط واقترابها من بعضها معناها أنه في عندي تزاحم في خطوط المجال، مما يدل على وجود قيمة أعلى للمجال الكهربائي. وإذا قيمة المجال الكهربائي صارت أعلى في منطقة من منطقة أخرى، بطل مجال منتظم. المجال المنتظم هو المجال الكهربائي الثابت مقدارا واتجاها، هو المجال الكهربائي الثابت مقدارا واتجاها، uniform electric field. طبعا التطبيقات الحسابية على uniform electric field تقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو موضوع حركة جسم داخل مجال كهربائي منتظم، إذن motion of a charged particle inside uniform electric field. والقسم الثاني هو الإكوليبريوم of a charged particle inside a uniform electric field. اتزان الشحنة الكهربائية داخل مجال الكهربائي المنتظم. خلينا نبدأ بالأسهل اللي هو الاتزان. إذا كان في عندي مجال كهربائي منتظم وفي بداخل الشحنة متزنة، فهذا معناه إنه مجموع القوى المؤثرة على هاي الشحنة باتجاه اليمين لازم يساوي مجموع القوى المؤثرة عليها باتجاه اليسار، كذلك مجموع القوى المؤثرة على الشحنة باتجاه الأسفل لازم يساوي مجموع القوى المؤثرة عليها باتجاه الأعلى. القوى المؤثرة على الشحنة الموجودة داخل مجال كهربائي منتظم هي أول إشي قوة الوزن، اللي هي الام جي فورس، الويت وزن هاي الشحنة اللي هي بتساوي ام جي. ممكن يكون في عنا شد في الخيط اللي احنا بنسميها تي، والأكيد انه موجود عندنا هو قوة المجال الكهربائي نفسه. وقوة المجال الكهربائي المنتظم او غير المنتظم على اي شحنة كهربائية تعطى بالعلاقة كيو نوت في اي، زي ما شفناها في القسم الاول. فكيو نوت هي الشحنة المتأثرة واي هي المجال الكهربائي اللي هاي الشحنة موضوعة داخله. فده المجال كان منتظم يعني ثابت مقدارا واتجاها بتكون القوة ثابتة، وإذا المجال الكهربائي كان متغير بتكون متغيرة. طبعا احنا في هذا الدرس مجال منتظم، فالمجال ثابت والقوة اللي عليه أيضا هي قوة ثابتة. إذا شو بنعمل لما يجينا مسألة بهذا الشكل؟ أول إشي بعمله يا شباب إني بعين القوة المؤثرة على الجسم. لاحظوا إنه هنا اتزان، يعني ما في حركة، ما في نقول اتجاه الحركة، ما في اتزان. إذا شو بنحكي؟ بعين القوة المؤثرة على الجسم، بعدين بحط محاور، محور إكس ومحور واي على هذا الجسم نفسه، بشوف القوة. إذا في قوة مش منطبقة على المحاور بحللها، إذا القوة كلها منطبقة على المحاور خلص جاهز السؤال. ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي التطبيق في القوانين. أعيد الخطوات، أول خطوة بنحدد جميع القوى المؤثرة على الجسم، الخطوة الثانية بحط محور إكس ومحور واي بحلل أي قوة غير منطبقة على المحاور، والخطوة الثالثة راح تكون التطبيق في قوانين الاتزان اللي قدامنا، قوانين الإكوليبريوم الاتزان. بالنسبة لحركة الجسم داخل مجال كهربائي منتظم الوضع بيكون مختلف. ليش بيكون مختلف؟ لأنه لما الجسم يكون بتحرك بيكون بتحرك بسبب تأثير قوة المجال الكهربائي، قوة المجال الكهربائي اللي هي بتساوي كيو نوت في إي. وإحنا بنعرف إنه لما الجسم يكون في عليه قوة بتأثر عليه، هاي القوة راح تؤدي إلى أن يتسارع هذا الجسم. إذا شو راح يصير في عندنا الآن؟ تسارع لهذا الجسم. والتسارع احنا بنحسبه اذا كنا عارفين القوة من قانون نيوتن الثاني F تساوي M في A، فالقوة الكهربائية تساوي M في A. ممكن واحد يحكي طيب يا دكتور ليش هون ما حكيناش M في A؟
نحكي لأنه هاي القوة اللي هون في قوة أخرى بتعاكسها وبتلغيها، بحيث أن القوة اللي على اليمين بتلغي اللي على اليسار وبتطلع المحصلة صفر. هذا جسم متزن ما له تسارع، تسارع صفر. هو بنحكي عن جسم قاعد بتسارع، فالقوة هي إما كيو نوت في إيه أو إم في إيه. تمام. طيب إذا كان هذا الجسم بيتسارع، تسارع له احتمالات، إما أن يكون هذا التسارع منتظم أو تسارع غير منتظم. متى بيكون تسارع الجسم منتظم؟ إذا كان القوة المؤثرة عليه ثابتة بيكون التسارع ثابت، وإذا القوة كانت متغيرة فبيكون التسارع متغير. ودراسة جسم يتحرك بتسارع متغير ليست شيء سهل، حتى بفيزياء واحد اللي هي مكان دراسة هذا الجسم تم التعرض لها بشكل قصير، بعدين تم التركيز على دراسة الأجسام المتحركة بتسارع ثابت. ولذلك إحنا أصلاً درسنا هون عن اليونيفورم إلكتريك فيد، مجال كهربائي منتظم، والمجال المنتظم يعني مجال ثابت، وإذا كان المجال ثابت يعني القوة ثابتة، وإذا القوة ثابتة إذا التسارع اللي عندنا أيضاً هو تسارع ثابت، تسارع ثابت. فإحنا دراستنا راح تكون عن حركة جسم داخل مجال كهربائي منتظم، لكن هذه الحركة منتظمة أي أنها بتسارع ثابت. الآن لأنه تسارع الجسم هو تسارع ثابت، بدخل عنا على الخط الآن معادلات الحركة اللي بتسارع ثابت للجسم، اللي هي كالتالي: V2 تساوي V1 زائد A في T، V2 تربيع تساوي V1 تربيع زائد 2 A في دلتا X. والمعادلة الثالثة: دلتا X تساوي V1 في T زائد نص A T تربيع. والمعادلة الرابعة والأخيرة: دلتا إكس تساوي في واحد زائد في اثنين على اثنين، هاي اللي بيسموها متوسط السرعة، السرعة المتوسطة هي في واحد زائد في اثنين على اثنين مضروبة في التايم. يعني السرعة المتوسطة اللي هي بتساوي في واحد زائد في اثنين على اثنين أيضا تساوي دلتا إكس مقسومة على التي، لأنه لو قسمنا على التي راح تكون هذا المقدار هو نفسه في واحد زائد في اثنين على اثنين، فبنحسبها حسب المعطيات. الآن في بعض الأحيان ممكن يجينا مسألة على موضوع المقذوفات، المقذوفات انه يكون في عندي مثلا مجال كهربائي على سبيل المثال باتجاه الواي بهذا الشكل، والشحنة تكون تتحرك باتجاه الاكس على سبيل المثال. في الحالة اللي هون المجال مثلا باتجاه الاكس، المجال الكهربائي المنتظم، والشحنة ماشية مع او عكسه يعني على نفس الخط، وبالتالي حركة في one dimension، هاي المعادلات جاهزة. اما يا شباب اذا الجسم كان بيتحرك بشكل عمودي، الموجب راح الان لما يدخل منطقه المجال الكهربائي في مجال عليه للاعلى، وراح بالتالي حيتولد قوه كهربائيه اتجاه الاعلى، اذا هذا الجسم سينحرف. واذا كان الجسم سالم لداخل راح ينحرف عكس اتجاه المجال، وبالتالي بصير في عندنا انحناء، وبالتالي بندخل على موضوع المقذوفات. المقذوفات اذا دخلت معنا على الخط راح ايش نعمل؟ راح نقسم المساله الى قسمين، قسم مع اتجاه المجال with e direction مع اتجاه المجال، والقسم الثاني اللي هو perpendicular عمودي على e direction عمودي على اتجاه المجال. الآن بالنسبة للحركة اللي بتكون مع اتجاه المجال بنطبق عليها نفس المعادلات اللي هون، نفس المعادلات v2 تساوي v1 زائد a في t، V2 تربيع تساوي V1 تربيع زائد 2 في A في دلتا X أو دلتا Y حسب الاتجاه اللي عندنا هون. مثلا افترضنا الإي مع الواي، يعني مشي الآن على الواي أكسس، دلتا Y تساوي V1 في T زائد نص في A في T تربيع، ودلتا Y تساوي V1 زائد V2 على 2 في T. بس هاي الـ V1 والـ V2 اللي هي باتجاه مين؟ اتجاه المجال الكهربائي. يعني لازم نحلل يا شباب، لازم نحلل V1 إلى مركبتين قبل بداية الحل، واحدة باتجاه X واحدة باتجاه Y. بالنسبة للمحور العمودي على اتجاه المجال هو محور X مثلا في حالتنا، المجال على Y، القوة على Y، على X ما في forces، رح يكون ما في تسارع عندنا على X، ولذلك شو رح نقول؟ إنه V2 باتجاه X هي نفس V1 باتجاه X. وأنا بنصح كل طالب في عشان يفهم هاي المسألة كويس، إذا بيقدر يراجع درس المقذوفات في فيزياء 101، الشرح اللي أنا شرحته هناك شرح تفصيلي بيوضح بشكل كثير بسيط كيف نفصل بين معادلات الإكس والواي، راح تكون أمور كثير واضحة.